عندك يا كابتن تفسير للنقطة اللي احنا قلنا عليها، غير المبادرة بتاعت الرجاء، يعني الأهلي ليه ما بادرش هو كابتن من وجهة نظرك؟ هو اتفاجئ. بص هو نفس الثلاثة دول، هو أنا ليه اتفاجئ يا كابتن؟ ده انا المفروض انا يعني انت قلتها المفروض، ده المفروض ان انا حتى لو هلعب زي كده كتير دايما الاهلي في استاد القاهره والجماهير الكبيره دي وما فيش حجه. انت كنت الاول بتتحجج ان ما عندكش جمهور بيهيج بيدي الدافع للعيبه، لا انت عندك جمهور واخد بالك. رقم 2 تفسير فني، ان انت دلوقتي في ماتش بيراميدز ما انت بتلعب بثلاثه واخد بالك، ايه اللي اختلف؟ ان انت اول ما نزلت مركز قوي واستحوذت وركبت الجيم، حصل ما كانش في خطوره هنا ولا هنا. سموحه غير الرجاء، انا بكلمك على بيراميدز في الكاس او على بيراميدز غير الرجاء. لا لا يا حبيبي، بيراميدز اقوى من الرجاء كفنيا، لا اقوى. بيراميدز اقوى من الرجاء؟ طبعا طبعا، بس هي عوامل تانية اللي خلت الجيم. اولا ده ماتش انت عارف بينه وبين النادي الاهلي بيبقى ايه، لعيبه نازله في حميه في تركيز في دوافع كتيره، ونهائي كاس مصر تمام واخد بالك. انت دلوقتي اتفاجئت بمستوى الرجاء ان هو اللي بيضغط، عقبال ما دخلت في الجيم كان بعد ربع ساعه، يعني لو اتخطف جون والتاني الموضوع كان فلت. فانت الحمد لله ان ما حصلش الكلام ده، بدات ترجع المباراه، بدا الجمهور يهيج، بدا يصحصح اللعيبه، بدات اللعيبه ما فيش خطوره قوي، بس ما خلتش الخطوره تاني على مرمى النادي الاهلي. يمكن بعد الكره اللي هي الانفراد دي ما شفناش الشناوي طول الشوط الاولاني صحيح واخد بالك. فانا بقول ان مفيش حاجه اسمها اسيب الاستحواذ، ما ينفعش. ده انا ماتش عندي وانا لازم ادي ايحاء للجماهير اللي جايه دي، مش هقول لك بقى اللي قدام الشاشات. الجماهير مع وجه الواحد يا كابتن، اللعيبه دي مش متعوده على الجماهير، يا عم ممكن يكون بقى خايفين من الكلام ده. ما خلي بالك، ما هو ماتش ورا ماتش يتلعب. طب اشمعنى كسبوا الهلال 3؟ هيبقى في تعب. اشمعنى كسبوا ماتش بيراميدز 2؟ ما هو ماتش الهلال برضه يا كابتن رضا، ما كانش النادي الاهلي احسن حاجه يا حبيبي، بس ماشي يكسب. انت بتخلص، لكن في لعيبه بتقلق من الجماهير، بتخاف انها ما فيش حاجه اسمها الكلام ده بقى. ما تنسوا النغمه دي يا كابتن، مش عايزين ننسى النغمه دي. بكلمك على القماشه اللي موجوده، في لعيبه لعيبه الاهلي بيلعبوا قدام جماهير يا كابتن، ما بالك كان مصر كلها ما بتلعبش بجماهير. الفرقتين اللي كانوا بيلعبوا جماهير الاهلي والزمالك، صح؟ صحيح. يعني حتى مثلا ما هو 10 زي 1000 زي 100000، يعني انت هتجيب جماهير داخله يا كابتن، كل الجماهير من عامه الشعب غير جماهير متنقيهم عشان يخشوا يا حبيبي. ما خلاص يا القصه دي دلوقتي بقت جماهير بتخش ماتش الهلال كده. جماهير الاهلي يا كابتن يا بقى يا حبيبي، انت استنى ماتش الهلال كان عدد محدود يا فاروق، كان في كام الف متفرج ماتش الهلال؟ 50 واخد بالك. اللعيبه ما تاثرتش ليه؟ مركزه انت واخد بالك. ماتش بيراميدز داخل كام الف متفرد؟ اللعيبه مركزه ليه؟ اللعيبه النهارده مش مركزه في اول ربع ساعه. بتحصل يا كابتن، ها بتحصل كتير، بس بتحصل عشان بس ما نقولش ان، بس انا بقول لك بتحصل ان تبقى في ما اول خمس مبرر في حته ايه، ما نديش مبرر في حته اصل اول مره الجماهير تلعب، اللعيبه تلعب قدام الجماهير، ما فيش الكلام ده. خلي بالك انت لعيب وهو لعيب وانا لعيب، كان بيبقى فيه مثلا 60 و70 الف، صح؟ بمجرد ما بتنزل الملعب انت بتعمل شغلك، انت بتفرح مع الجماهير لما بتجيب جون، بتبدا تروح للجماهير عشان تبقى تصحصحك لو انت لا عشان تحتفل معاهم واخد بالك. تصحصحك يا كابتن لو الامور هربت شويه، ده طبيعي. بس انا بقول لك ايه، انت دايما بتركز مع الجماهير لما بتيجي تجيب جون، اروح بقى عشان اعمل ايدي ازاي، اقلع الفانيلا، اشاور للجماهير، انت فاهمني؟ غير كده انت بتبقى مركز في 90 دقيقه، مالكش دعوه شوف الجماهير. طب ما انت مثلا بيسقفوا لك بتسمع؟ بيشتموك بتسمع؟ لا وقت الماتش لانك بتبقى مركز. فاذا انا ممكن في البدايه الكلام ده من سنتين نخاف، لان كان فعلا ما فيش حد بيخش.